بحوادث سير نتيجة الوضعية المتردية للشبكة الطرقية للنواب الشفيق رشادي، محمد عبوم، وليل بشير بدله، أحمد لكير، وديع بن عبد الله، محمد غفير، وفاطمة الليلي من فريق تجمع الوطن الأحرار. سيد نائب السير رشادي، تفضل. شكرا للسيد الرئيس، السيد الوزير، السادة والسيدات النواب. تعتبر الشبكة الطرقية بمثابة الشرايين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن وضعيتها لها وقع كبير على الساكنة التي تستعملها، وتخفف الضغط على المحاور الطرقية المجاورة، كما أن الحالة الجيدة للطرق تحد بشكل كبير من الحوادث القاتلة والتي تودي بحياة العديد من المواطنين الأبرياء. لا يجادل أحد في كون الحكومة تبذل مجهودات في هذا الباب، لكن على مستوى الطرق الإقليمية فهذه المجهودات لا ترقى لمستوى تطلعات المواطنين، حيث نلاحظ أن الوتيرة التي تسير بها الأشغال بهذه الطرق تبقى بطيئة وتنحصر في الترميمات، مع العلم أن أغلبيتها أصبحت تستدعي إصلاح والتقوية والتوسيع، نظرا لدورها الأساسي والهام في فك العزلة عن الساكنة، وباعتبارها رافعة أساسية في التنمية المحلية والجهوية والوطنية. فإن وضعية الشبكة الطرقية الإقليمية ببلادنا كما قلت أصبحت تستدعي من الحكومة التدخل الاستعجالي والفوري، ويمكن الاستدلال ببعضها. الطريق الإقليمية 3305 الرابطة بين مدينة القارة ومدينة الدار البيضاء، والطريق الإقليمية 3627 الرابطة بين مدينة القارة ومدينة برشيد، والطرق الإقليمية الرابطة بين مدينة الخريبكة عبر الخطوات وبن حمد ومرورا من مدينة القارة ومتوجها إلى شمال المملكة، والطريق الرابطة بين جامعة فتات وجامعة قناز بإقليم خريبكة. وهنا اسمحوا لي أن أفتح قوسا يعني إذا تم توسيع الطرق الأولى والثانية سالفة الذكر، فستمكن سكان هذه المناطق بارتياح مهما، حيث أن تم الاتصال ببعض المستثمرين الذين أبدوا باتفاقهم المبدئي لنقل معاملهم من مدينة الدار البيضاء إلى هذه المناطق، وأيضا خلق معامل جديدة تحت ضوء منطقة صناعية متخصصة، ولكن العائق الوحيد هو مشكل الطرق. فستشاطرني الرئيس السيد الوزير أن هذه الطرق الإقليمية التي تعتبر صلة وصل وتواصل بين عدة أقاليم وجماعات تشكو ساكنتها من كون حالتها السيئة تعتبر عائقا في تحقيق التنمية المحلية وسببا في وقوع عدة حوادث سير. لذلك نسائلكم عن برامج وزارتكم بخصوص هذه الطرق الإقليمية، وهو ما هو أفق تدخل وزارتكم الاستعجالي من أجل إصلاحها وتوسيعها، وشكرا. شكرا سيد وزير، كلمة لكم. السادة النواب المحترمين، فأؤكد مرة أخرى على غرار على ضوء هذا السؤال أن إشكالية السلامة الطرقية، لأن السيد المحترم تطرح إشكالية ديال الطرق وربطها مع السلامة الطرقية وربطها كذلك مع التنمية الجهوية والتنمية الاقتصادية، ففي مجال يعني السلامة الطرقية أؤكد مرة أخرى أن جميع الإحصائيات الوطنية تؤكد على أن أسباب السلامة الطرقية لا ترجع في جلها إلى يعني حالة الطرق، بل تعود إلى أساسا على تعامل السائق، وتعود كذلك على مستوى العربات. فبالنسبة لبرامج الوزارة في شق الطرق وفي صيانتها، كما أذكر بأن تقريبا نصف الميزانية ديال الوزارة تخصص إلى صيانة الطرق، ونصف الآخر إلى توسيع الشبكة. ففيما يتعلق بالطرق التي ذكرها السيد نائب المحترم، طريق إقليمية رقم 3305 الرابطة بين مدينة القارة والدار البيضاء على طول 36 كيلومتر، فإن 11 كيلومتر منها مبرمجة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية في حالة إعداد.
الطريق الإقليمية رقم 3627 ما بين الكارا وبرشيد على 14 كيلومتر هي غير مبرمجة في الوقت الحالي نظرا لالتزامات ولتحديد أولويات أخرى في طريقة تشاورية وتشاركية مع المنتخبين المحليين. وأخيرا الطريق الإقليمية رقم 3608 الرابط بين مدينة الكارا وجماعة الخطوات على طول 27 كيلومتر، وكذلك الطريق رقم 3619 الرابط بين الخطوات وطريق وطني رقم 11 على طول 35 كيلومتر، فقد تمت برمجتها كذلك ضمن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. وشكرا. شكرا سيد الوزير. نمر